أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رافع صلاتي. حنكون معاكم على مدار ساعة، لو حابين نصلي لكم أو حابين تشاركونا في موضوع حلقتنا لهذا اليوم ممكن تتصلوا فينا على 919-391-7000 أو ممكن تتصلوا على رقم الفايبر اللي حيظهر على الشاشة، أو ممكن تبعتوا طلبات صلواتكم على الفيسبوك. كمان حبيت أخبركم بأن فريق الصلاة هو متواجد طول الأسبوع من الاثنين ليوم الجمعة في القناة، فإذا كنتوا حابين أن نصلي ليكم ممكن تتصلوا وحنصلي معاكم على التليفون. في البداية رحبوا معايا بفريق الصلاة. أهلا بك يا كارول. أهلا بك يا سالي. أهلا بك يا سالي. أهلا بك يا سالي. كما تعودنا بداية كل حلقة نرفع صلاتنا للرب ونبتدي حلقتنا بالصلاة، كمان بصلاة بداية حلقتنا بالصلاة، وحنصلي كمان لمصر من أجل السلام، ونطلب من كارول أن تصلي لنا. تفضل يا كارول. يا رب بشكرك يا رب لأنك صالح، بشكرك يا رب لأنه أنت يا رب حلو لينا يا رب. بصلي يا رب بركة يا رب لينا يا رب، ونسمعك يا رب النهاردة ونشوف أنت عايز تقول لنا إيه النهاردة يا رب. تعالى يا رب أنت كلمنا يا رب، تعالى أنت علمنا يا رب، تعالى أنت وارشدنا وعلمنا من كلمتك النهاردة، وخلي كلمتك يا رب تكون يا رب لما بتدخل جوانا يا رب تعمل فينا يا رب وتشكل فينا يا رب في اسم يسوع. بصلي يا رب من أجل مصر يا رب، من أجل سلامك يا رب، من أجل حضورك يا رب. يا رب احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل، لكن انت بتنظر وعارف ايه اللي بيحصل يا رب، وهتيجي يا رب فعلا وهتغير الأوقات والأزمنة يا رب. تعالى انت ادينا نعمة النهاردة وبارك مصر يا رب، واديهم يا رب نعمة فعلا يا رب يعدوا الوقت ده في اسم يسوع. أمين أمين أمين. أعزائي المشاهدين، اليوم موضوع حلقتنا حنتكلم عن موضوع مهم جدا في حياة كل إنسان، حنتكلم عن موضوع الصلاة. ولكن قبل ما أبتدي أتكلم عن الصلاة حبيت أشارككم بآية من الكتاب المقدس. هذه الآية غيرت كثير من الناس وأثرت على كثير من الناس ورجعت كثير من الناس للصلاة. هذه الآية هي من سفر الملوك الثاني الأصحاح 20 والعدد 5. بتقول الآية: سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، هانذا أشفيك. قد إيش دي الآية يعني مفعولها قوي، وقد إيش بيقول ربنا صلوا، صلي أنا سامع صلاتك، صلي أنا شايف دموعك، صلي أنا شايف حزنك، ألمك، تعبك، مشاكلك، ضغوطاتك، صلي. وفي الآخر بيدينا الأمان، بيقول لنا هانذا أشفيك. انت كل ما بتصلي بتغذي جسدك بالغذاء الروحي. احنا كل انسان يحتاج علشان يعيش محتاج الى الغذاء الجسدي. مقابل الغذاء الجسدي لازم يكون الغذاء الروحي. الغذاء الروحي ناخذه عن طريق الصلاة. انت كل ما بتصلي بتلتقي مع الله، كل ما بتصلي بتتصل مع الله. يعني في اشياء كثيرة في داخل كل إنسان ما يقدر يقولها لأي شخص، حتى مهما كانت علاقته معاه يعني قوية، يحكي له أسراره، إلا تبقى أشياء داخلية بينك وبين ربك. يعني أمام الله أنت بتفرغ كل الحاجات، بتقول له كل شيء، وبتنكسر أمامه وما تخجل منه، تقول له كل اللي بداخلك. فكثير من الناس من يكونوا تعبانين، عندهم مشاكل، عندهم ضغوطات، حزانة، مرضى، ما يقدرش يصلوا. بيقول أنا تعبان مش هقدر أصلي. هو يكون تعبان جسديا، جسده تعبان، لكن الروح اللي بداخله هي روح نشيطة. فمحتاجين إلى، هقول بكده بس يعني طرق بسيطة تساعد كل إنسان مش قادر يصلي عشان يقدر يصلي. يعني لو أنت تعبان مش قادر تصلي ممكن تسمع ترنيمة وبعدين تدخل في محضر الرب وتصلي، أو مش قادر تصلي ممكن تقرأ مزمور، مزمورين، ثلاثة، وبعدين تدخل في محضر الرب. أو كمان مش قادر تصلي ممكن تصلي مع أفراد أسرتك، مع أصدقائك، ده حيشجعك أكتر، ينشط الجسد، وحتشوف قد إيه فرح داخلي. كمان في حاجات كثيرة علشان ما نقولش لا ده مش نفعني ودي مش نفعني، لا في حاجات. أنت كمان مش قادر تصلي ممكن
تبقى تتذكر الأشياء الحلوة اللي عملها معاك الرب، وتبتي تشكره وتروح تصلي. وكمان ممكن حاجة تانية أخرى، تتذكر بأن المسيح كيف انصلب عشانك على الصليب، كيف تألم وفداك، وتبتي تصلي وتشكره. وكمان لو أنت مش قادر تصلي، ممكن تتذكر في دينونة وفي أبدية، أنت حتروح فين؟ أبديتك فين؟ وعشان كده ممكن تصلي. وآخر شيء ممكن يعني هذه المهمة، أنت لو لازم تعرف لو أنت ما صليت الشيطان حيدخل حياتك، حيدمر حياتك وحيسيطر على حياتك، وده هو العوز الشيطان يعني يدمرك ويبعدك عن الله، لأن الشيطان هو عدو الخير، مش عايز لك الخير، عايز لك تعيش في الظلمة. فكل الحاجات دي يعني لازم تخلونا نصلي. والمسيح قال صلوا ولا تملوا، أنت عليك تصلي عشان تغذي روحك. أمين. في الكتاب المقدس في كثير من الأمثلة وفي كثير من القصص اللي عن الصلاة كثيرة. خلونا نشوف سالي تقول لنا إيه عن الصلاة. تفضل يا سالي. النهاردة أنا حابة أشارككم عن الصلاة في الثلاث فتية في أتون النار. خلينا الأول بس هنقرأ مع بعض من الكتاب المقدس سفر دانيال الإصحاحات الثالث من الآية 24 للآية 26. حين استحير نبوخذنصر الملك وقام مسرعا، فأجاب وقال لمشيريه: ألم نلقي ثلاثة رجال مساقين في وسط النار؟ فأجابوا وقالوا للملك: صحيح أيها الملك. أجاب وقال: ها أنا نظر أربع رجال محولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر، ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة. ثم اقترب نبوخذنصر إلى باب أتون النار المتقدة وأجاب فقال: يا شدرخ وميشخ وعبدناغو، يا عبيد الله العلي، أخرجوا وتعالوا. فخرج شدرخ وميشخ وعبدناغو من وسط النار. أمين. النهاردة أنا حابة أحكي لكم عن قصة الثلاث فتية في أتون النار. طبعا هي قصة كلنا عارفينها. القصة بتقول بمنتهى البساطة إن كان في ملك اسمه نبوخذنصر. الملك ده قال: أنا هعمل تمثال من الذهب، كلنا هنسجد ليه. ابدع الناس كلهم، والناس كلهم سجدوا ما عدا الثلاث فتية. فالناس قالوا له: ثلاث فدية ما سجدوش. فراح فعلا سألهم، دعاهم وسألهم، قالوا له احنا ما سجدناش، احنا ما بنسجدش غير للإله اللي احنا بنعبده. قال لهم: انتوا عارفين اللي مش هيسجد ده هيترمي في أتون النار؟ قالوا له: اه احنا عارفين. ردوا بكل قوة. القوة دي جابوها منين؟ جابوها من حياة الصلاة المستمرة مع إلههم. حياة الصلاة، الصلاة دي اللي هي علاقة بينك وبين الله، لغة التواصل بينك وبين الله، لغة الحوار بينك وبين الله، دي علاقة مستمرة ما بتجيش من فراغ. لازم تيجي انك تخش مخدعك وتصلي وتقفل بابك، وساعتها بترمي كل حمولك عليه، كل مشاكلك عليه، وتقول: يا رب انت خد كل المشاكل هي يا رب بين ايدك. وهو بيديك ساعتها، بيديك تعزية وبيديك راحة وبيديك قوة انك تعدي كل المحن والضيقات اللي في حياتك دي كلها. وفعلا ده اللي حصل معاهم. هو فعلا لما شافهم كده نزلهم أتون النار. لا ومش كده، ده حماية سبع اضعاف. معنى كده ايه؟ اللي مهما تكون مشاكلك كبيرة، كلنا بنمر بمشاكل ياما، كلنا عندنا مشاكل نفسية ومشاكل اجتماعية ومشاكل مادية، مشاكل كتيرة، ضغط، ألم، تعب، كلنا بنمر. ربنا بيقول لك حتى لو مشاكلك سبع أضعاف عن أي مشكلة وهي في وسط النار، أنا قادر أدخل وأنجيك. إلهنا حي، هيدخل وينجينا في وسط أتون النار. إحنا بس كل اللي محتاجينه اللي إحنا نصلي، نخش مخدعنا ونقفل بابنا ونصلي، نرمي الحمول كلها في إيديه، وهو أبونا السماوي وهو اللي قادر هيعدي بينا. الأتون النار ده العالم ومشاكله اللي حوالينا. احنا كلنا النهاردة قادرين ان احنا نقعد ونصلي ونرمي كل مشاكلنا عليه، وربنا يدينا الحكمة دي. امين. عندنا صلاة من بنت الرب اتصلت على الفايبر وطلبة صلاة، ممكن يا كرار تصلي لها. صلي. يا رب بنرفع يا رب بنت الرب بين ايدك يا رب، بنصدق يا رب ان كل اللي بتمر بيه ده يا رب انت معاها يا رب، انت سندها، انت هتقويها يا رب، انت هتشيل معاها يا رب الشيل يا رب، مهما كانت اللي بتمر بيه او اللي بتحس بيه يا رب، انت جوزت في اللي احنا بنجوز فيه يا رب. يا رب ارفعها يا رب، لانه فعلا اللي بيتعلق بيك بيلاقيك يا رب وبتنجيه وبترفعه يا رب. تعالى ارفعها يا رب فوق اي تعب يا رب وفوق اي الم يا رب. تعالى انت بروحك ليها يا رب، اوصل لها يا رب وساعدها يا رب تكون بتقف على رجليها تاني، وانت تشددها وتشجعها يا رب في اسم يسوع.
أمين أمين أمين. أعزائي المشاهدين، إحنا في الحلقة الماضية كنا صلينا لهاني نجح، كان عنده امتحان عشان ياخذ رخصة الشغل، فالرب استجاب لصلاته وأخذ الرخصة وكان فرحان جدا. فحابين احنا نشكر الرب على استجابة الصلاة، ونشكره على إن شاء الله يا رب نطلب من الرب أن يكمل معاه أكثر وأكثر وأكثر، ويوفقه في حياته في شغله في كل أمور حياته. وكمان كنا صلينا لبنت الرب كانت محتاجة لسكن، والرب استجاب لهذه الصلاة، والبنت الرب حصلت على سكن هو مؤقت، لكن حنستمر في الصلاة علشان الرب يتمجد معها وتلاقي سكن دائم بإذن يسوع. أمين. معنا كمان اتصال من بنت الرب على الفايبر. تفضلي بنت الرب، ما احنا على الهواء. ألو. ألو، أنا نوتسيل. أهلا يا أهلا يا حبيبتي. أهلا بيك. ممكن أطلب طلب صلاة؟ أكيد يا حبيبتي، تفضلي. ربنا معاك يا رب، الجميل الجميل، وربنا يعوض تعبنا. حبيتكم يا حبيبتي. ربنا يخليك، ربنا يخليك ويديك الصحة. طب طلبت الصلاة من أجل شيء بنت الرب؟ من أجل أنا ماريا، ومن أجل المرض وكده، وربنا يشيل عني. أمين. من أجل ماريا وستيفن ومريم باسم، ربنا يشفيها. أمين. يشفيهم كلهم يا رب. أمين أمين. وفايز ومحروس. فائز ومحروس. مشكلة ربنا. أو فايز ومحروس، ربنا يفك مشكلتهم. أمين. ماشي يا حبيبتي، ربنا معاكم. أمين. برنامج جميل ومنورين. شكرا ليكي، شكرا لمحبتك يا رب. وربنا يبارك حياتكم يا رب وخدمتكم يا حبيبتي. شكرا ليكي، وربنا يديك الصحة وطولة العمر يا حبيبتي. أمين يا رب، صلوا من أجلنا وكل المرضى يا رب. أمين أمين. سلام حبيبتي. شكرا ليكي، شكرا لاتصالك يا حبيبتي. سالي تصلي لبنت الرب وماريا وستيفن وفائز ومحروس، ممكن تصلي لهم؟ ماشي تفضلي. يا رب انا بحط بين ايديك يا رب النهارده ماريا وستيفن وماريا، وبحط فايز ومحروس يا رب. قد ايه يا رب هم محتاجينك تخش حياتهم، قد ايه يا رب هم محتاجينك تلمسهم يا رب وتديهم لمسه شفاء من عندك. احنا يا رب واثقين ومصدقين يا رب ان انت هتلمسهم وتتدخل يا رب. انت بتيجي في الاتون يا رب، بتيجي في النار، بتيجي في الضيق يا رب، واحنا واثقين فيك يا رب. من فضلك يا رب اتدخل واديهم لمسه شفاء من عندك يا رب. امين امين. طبعا وصلتنا صلوات كثيره من الفيس وعن طريق التليفون، صلاه لمرفت ربنا يشفيها. حبتي أصلي لمرفت. فأبانا السماوي إله القدوس، مبارك اسمك يا رب. نأتي يا رب في هذا اليوم، وضع بين يديك يا رب الأخت مرفت يا رب. يا رب اشفيها يا رب، المسها لمس الشفاء يا رب. يا رب أنت تستطيع كل شيء يا رب، بلمسة منك يا رب، بكلمة منك يا رب، اشفيها والمسها يا رب، وكن معها يا رب، وقويها على تحمل المرض يا رب. نعم يا رب، هي محتاجة للمسة حنانك يا رب، لكلمة منك يا رب. هي اتكلت عليك يا رب، اتكلت عليك. إلى من تذهب يا رب؟ عندك هي الحياة يا رب، أنت هو النور الذي ينور حياتها يا رب. باركها واشفيها والمسها لمسة كاملة باسم يسوع يا رب. اجعلها يا رب، يا رب أن لا تذهب إلى الأطباء، أنت هو الدواء، أنت هو الطبيب يا رب. نحن نتكل عليك في كل شيء، لذلك يا رب إحنا واثقين بأن هذه صلاتنا سوف تستجيب يا رب، لأنك أب حنون ورؤوف، تشفق وترأف على أولادك، لك كل المجد. أمين. كمان عندنا صلاة لبيتر عشان ينجح، ممكن نطلب من سالي تصلي لبيتر؟ تفضلي. يا رب أنا بحط بين إيديك يا رب ابنك بيتر يا رب، اديله يا رب دراسة موفقة يا رب، اديله إن هو يقدر يذاكر، اديله يا رب اللي هو يقدر يحل، اديله يا رب اللي هو يقدر يخش الامتحان يا رب ويقدر ينجح كمان يا رب. أنت قادر على كل شيء يا رب، حتى لو المناهج صعبة والمناهج تقيلة يا رب، أنت قادر يا رب تقف مع ولادك وإيدك تبقى قبل إيديهم يا رب، وأنت يا رب اللي دايما تسندهم يا رب في الامتحان. أمين أمين. وكمان على التليفون الأخ تامر طالب صلاة من الرجل الرب يسنده، وعنده مشاكل مالية في الشركة، فرح تصلي له كارول. تفضلي. يا رب احنا بنرفع رب ابنك قدامك يا رب، لأجل سنده يا رب، لأجل نعمة يا رب، قوده انت يا رب في الطريق يا رب.
يا رب انت بتحل كل المشاكل يا رب، لانه لا يعصر عليك امر يا رب. انت ابوه يا رب، اقف في ظهره يا رب، تعالى انت واديله نعمه يا رب، سير بوجهك امامه يا سيد في اسم يسوع يا رب. تعالى شدد ايديه يا رب وشدد حياته يا رب، اديله نعمه يا رب يكمل. انت هتقوده الوقت اللي جاي يا رب، خطوتك قبل خطوته يا رب في اسم الرب يسوع يا رب. تعالى انت واديله نعمه يا رب في اسم يسوع. امين امين امين. معنا اتصال من فادي، اتفضل يا اخ فادي انت على الهواء. اهلا وسهلا. انا بتكلم معك من طوكم السويد. الله، اهلا وسهلا باهل السويد. حبيت بس مجرد اشارك برنامج وعلى مجد الله في الكل اللي ما هو اعلن عليه. انا بعرف يا اخ فادي ممكن بس تعلي صوتك شوي ممكن؟ اوكي بدك خليها اوكي. الو اوكي نعم تفضل. أحب على المجد الله مثل ما الله على المجد علي. نعم. وعطاني بركة بعد 25 سنة عطاني طفل، وهذا طبعا هي مكافأة وإنه هي بركة لأنه هو الله كافر أوريدي على جنبه. فهو هذا إعلان لكل واحد لكل شخص. نعم. يفقد أمنه بعد انتقال. احنا فقدنا أمننا، حتى فقدنا أمن في التبني لأن احنا كنا كفار هاين فان تبني في السويس، بس بعدين الله تحنن علينا ونظرنا بطل حنية. نعم. ونشكره ونجده وما نعرف نشكره بأي طريقة. بس نقول له ممنونين. نحن نكرس نفسنا ونكرس ولادنا ونكرس حياتنا قدامك. امين. هو هذا الشيء. وطبعا ما جه في الفراغ طلعنا والله يغير يغيرنا، هو ما يتغير يغيرنا. نعم. كانت مشيئته قويه علينا. نتمجد اسمه. شكرا. امين. شكرا يا اخ فادي. اختبار يعني كبير جدا. الاخ فادي 25 سنه لم يرزق بطفل، 25 سنة هو بيصلي هو مدمته، ما يئس ما تعب ما مل، بقى يصلي بلجاجة وكان واثق بأن الرب راح يعطينه بركة، راح يعطيه هدية. يعني كثير من الناس ممكن تصلي ساعتين ثلاثة يومين سنة سنتين وتقول خلاص مش هصلي الرب مش سمعني، بس هو بقى 25 سنة يصلي. 25 سنة فترة طويلة، وفي الآخر الرب رزقهم بطفلة جميلة جدا، طفلة اسمها ليديا، ممكن نسميها الطفلة المعجزة، وحنعرض صورتها على الشاشة. قد إيه هي جميلة يا حبيبتي، ربنا يباركها ويخلي لك إياها يا أخ فادي وتفرح فيها، وهي أحلى هدية من الرب يسوع. يعني أنا أفادك بالمعلومة، ليديا هي أول شخص في أوروبا يقبل يسوع. آمين. آمين. يعني بقية حد اللي بعمله بس موجودين. فهو أنا سبقت هاي الاسم بأخوية كنا. هي فكرت من آسيا. نعم. وجد على أوروبا. ونحن كنا بآسيا وجينا على أوروبا. نعم. شكرا لكم والله باركتم والله بارك هذا الناس. شكرا لك يا أخ فادي. شكرا لك، طفلة جميلة، بركة كبيرة، هدية من الرب. والرب يخلي لك ياها وتفرح بيها وتكبر وتخدم الرب معاك وتكون تبشر باسم الرب وتكون بركة ببيتك وتكون بأعلى المراتب يا رب. فعلا اختبار. رسالتي أنه لا أحد يأس من رحمة الله. أمين 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 أمين. شكرا شكرا لك، الرب يحميك ويباركك. فعلا بركة كبيرة، وما حدش ما ييأس مهما تصلوا، ما تيأسوا، صلوا وآمنوا وثقوا بأن الرب سوف يعني يعطي، لكن حسب وقته. يعني 25 سنة ما نسي الرب أعطاه، ما نسي، بس أكيد خلال هالفترة هو أكيد الرب أعطاه صبر قوة سلام فرح عشان يعوضه. فدائما نصلي الصلاة، يقول صلوا ولا تملوا وصلوا بلجاجة. طيب
معانا كمان مكالمة من مدام عزيز. أهلا يا مدام عزيز، معي أنت على الهواء، تفضلي. أهلا بيكي، أهلا بيكي، منورين، ويا رب كده يستجب لصلواتكم دايما. آمين. ونتمتع كده بصلواتكم الحلوة الجميلة. ربنا يخليك. وعايزينكم تصلوا برضو النهاردة من أجل العالم و... ومنطقة الشرق الأوسط بالأخص يعني، والناس كله الرب يعبدهم جسديا ونفسيا، واليتيم والأرملة وكل من يمر بتجربة قاسية وجديدة جدا، وكل الفئات الضعيفة روحيا واجتماعيا، ويعبد كل الصديقين والأبرار ويغفر لنا كلنا خطايانا. آمين. آمين. آمين آمين. شكرا يا مدام عزيز، فعلا شكرا لاتصالك يا حبيبتي. فعلا كل إنسان محتاج للصلاة. كل إنسان بدون الصلاة لا يقدر أن يعيش. كل إنسان محتاج للمسة من ربنا. كل إنسان محتاج أن ينشط روح ثمر الروح اللي عنده. دائما الجسد يكون ضعيف، دائما الإنسان مرات يحس بأنه الصلاة ويصلي ويصلي وبعدين يحس بأنه الصلاة كأنها غير مستجابة، لكن لا، انتظر الرب انتظارا سوف الرب يتمجد معك. أمين. عندنا مثل ما قلنا في الكتاب المقدس آيات كثيرة عن الصلاة وقصص كثيرة، فحبين كرات تشاركينا بأي شيء بين الصلاة. تفضلي. كنت لما عرفت أن احنا نتكلم عن الصلاة جه في دماغي على طول يونان. الكتاب بيقول أنه فصلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت وقال: دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت. قال ثلاث حاجات كده فرقوا معايا قوي من جوف الهوية: طرحتني إلى العمق، اكتنفتني المياه. هو كان في الحوت، يعني جوه بطن الحوت ثلاث أيام، هو لا بيأكل ولا بيشرب ولا مش عارفة كان بيتنفس ولا لأ، ولا هو كان حاسس بإيه جوه بطن الحوت. لكن أنا عارفة أن في حياتنا كتير يعني مشاكل وتجارب وتعب وإرهاق وأنا تعبان من حياتي، لكن هو لما دعاه، لأنه بيقول كده دعوت من ضيق الرب، أنا دعيته، ولما دعيته من وسط اللي أنا فيه ده هو جه. أنا عارفة أن بيبقى صعب وبيبقى تقيل علينا، وأحيانا التجربة بتطول لسنين والشهور ومش بس ثلاثة أيام، لكن هو بيستجيب في الوقت المناسب. هو بيجي في آية في الكتاب بتقول كده: من تعلق بي أنجيه. فيونان اتعلق بيسوع، اتعلق بيه، وهو كان في وسط التعب وفي وسط الإرهاق اللي هو فيه، لكن عرف يشوف يسوع من وسط الضيق ده، لأنه بيقول كده: قد اكتنفتني، يعني المية غرقته. بس هو كان عارف يمسك في يسوع. أنا عارفة أنه صعب، بس لما بنحط عينينا على يسوع وبنرفع عينينا على يسوع هو بيطلعنا من ده وبينتشلنا. فأنا بصدق قوي أنه يسوع بيستجيب، ولما بتطلبه بتلاقيه. بس أنت تدخل مخدعك ومن وسط النار ومن وسط الحوت اللي في حياتك اطلع منه وقول له: رب أنا عايزك، أنا طالبك. بس أمين. أمين. كمان حبيت بس أقول حاجة، يعني بالوقت افتكرتها، في ناس كثيرة يعني أنا أعرفهم ما بيزوروا الكنيسة، بيصلوا في البيت، يعني ممكن يزوروها في المناسبات بس، بيقولوا إيه ما إحنا ما هو ممكن أصلي أنا في البيت وخلاص، يعني خلاص أنا أصلي، ما هي صلاة هنا أو هنا. لكن أقول لا، زيارة الكنيسة مهمة جدا. أنت من بتزور الكنيسة بتزور بيت الله، يعني انت مش رايح اوكي رايح تصلي بس، رايح يعني زي ما انت بتزور مامتك باباك اخوك اختك او يقولك زور للبيت، قد ايه تفرح. انت من تروح للكنيسة مش شرط، مش بس انت بتصلي، انت بتروح تزور ربنا، بتشكره، بتتكلم معاه، قد ايه يفرح بيك يعني. وحتى مرة في الاسبوع، يعني مرة في الاسبوع مش كتيرة، يعني كثير ناس بتتكاسل دي ويكند، انا هروح هنا، بيقسموا وقتهم لحاجات كثيره، شوبينج ما اعرفش ايه، مطعم، بس ينسوا الكنيسه. اقول لهم ما احنا هنصلي في البيت. اوكي صلي في البيت، ممكن تصلي انت بتسوق العربيه، ممكن تصلي انت وبتلعب سبورت، ممكن تصلي، بس لا، في صلاه تختلف صلوات ممكن. فالصلاه
زيارة الكنيسة مهمة جدا، أنت تروح تزور المسيح في بيته وحيفرح بيك، وحتاكل من الجسد بتاعه وتشرب دمه وتعيش القيامة. كل أحد أنت محتاج تعيش القيامة، فيعني لازم نزور الكنيسة على الأقل مرة في الأسبوع. أنا حبيت لأن أعرف كثير ناس عندهم هالفكرة، مش بيروحوا الكنيسة خلاص أنا حصلي في البيت، فلأ لازم نزور الكنيسة. أنا عندي تعليق على اللي أنت بتقوليه، أنه أنت لما بتروح الكنيسة أنت عندك جسد، فجسد المسيح ده أنتوا كلكم أعضاء في جسد يسوع، فأنت لما بيبقى عندك مشكلة ينفع تشارك إخواتك القريبين منك أنه أنا عندي مشكلة وصلوا معايا، لأنه فعلا جسد يسوع لما بيتحد في طلبة واحدة بيجي وبيستجيب، وانت لما بتشاركهم هم انت بتثق فيهم، بس ناس تبقى واثق فيها لانه جسد يسوع فعلا بيجي وبيستجيب، لانه في آية بتقول حيثما اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي على طلبة واحدة انا بستجيب وبكون ليهم. امين. كمان عندي خبرة حبيت اخبركم عليها. الخبرة هي قبل يعني 20-25 يوم كده، كان في فتاة كانت تعبانة جدا وعندها مشكلة كانت بتعيط كتير، ولقيت نفسها يا رجع للبيت تقف قدام كنيسة، الكنيسة دي أمريكانية مش عربية، ولقيت نفسها دخل الكنيسة وركعت أمام الصليب وكانت بتعيط كتير كتير ويعني وبتصلي. وبعد شوية كانت الكنيسة فاضية ما فيش أي حد، وبعد شوية لقيت القسيس جاء جنبها عاد وركع معها، فسألها مالك يا بنتي، فهي ما ردتش عليه علشان كانت تعبانة وبتعيط، فالأسيس شافها وخرج، وهي صلت وبكت كتير ورجعت لبيتها. وبعد يومين ثلاثة كمان هي كانت نفس التعب، لسه المشكلة حد ذاتها وما تغيرتش، فلقيت نفسها هي مش مخططة يعني إن هي تروح للكنيسة، لكن لقيت نفسها بتروح لنفس الكنيسة وبتنزل كمان وبتركع أمام المصلوب وبتصلي وبتعيط كتير كتير، ونفس الأسيس جاء المرة دي ما سألهاش أي شيء، المرة دي جاء ركع معاها وبدأ يصلي معاها، بدأ يصلي لها. يعني بالرغم من اختلاف اللغة، بالرغم من اختلاف أي شيء، بس هي الصلاة بتوصل لربنا. بقى قاعد معاها الفترة دي ما كلمهاش وبقى يصلي لها ويصلي، حست هي براحة، صلى معاها وقام خرج ما يكلمهاش. هي بعد ما صلت وشافت الأسيس يعني ارتاحت، هي مشكلة نسة يعني المشكلة نفسها ما تحلش، بس الصلاة تريح، تزرع السلام في قلبك. الصلاة ممكن أنت ما تغير أي المشكلة، لكن تغيرك أنت من بتصلي بدموع وبألم. ممكن المشكلة حد ذاتها ممكن تنظر لها بنظرة ثانية، ممكن تتقبلها. فقد إيش إحنا دايما قالت كارول، قلتي نصلي في الكنيسة الجسد. يعني نقول إحنا متصلي مع أحد، يقول كل ما اجتمع اثنان أو ثلاثة يصلون معايا أنا حكون وسطهم. فالرب تمجد معها وخرجت من الكنيسة مش زي أول مرة، خرجت تاني مرة هي فرحانة ومش بتعيط وهي مشكلة نفسها. فقد إيش الصلاة مهمة مهمة جدا أعزائي المشاهدين. حابة أنا كمان أشارككم بحاجة، الصلاة مهما طولت ومهما مدة. طب يا أسفة يا كارو يا ساندي مع سالي، معنا اتصال مع رامي، اتفضل يا أخ رامي. سلام ونعمة. أهلا وسهلا. سلام ونعمة. أهلا بيكو. أنا حابب أشكركم في الأول على المواضيع الجميلة اللي أنتوا بتختاروها كل مرة، ربنا يخليك. فعلا بنبقى محتاجين حاجات زي كده على الفترات. نعم. الناس اللي حضرت والناس اللي تعبت معنا في الحلقة دي. بطلب بس صلاة صغيرة لأجل خدام الكنيسة عندنا، هم قد ايه بيتحاربوا، قد ايه بيكون في
مشاكل كتيرة هي بسبب عدو الخير وقلة المحبة. فبنطلبكم ممكن تصلوا لخدام الكنائس عندنا في مصر، الكنائس الأرثوذكسية بعد إذنكم. حاضر، شكرا لك يا أخ رامي. واتفضلي يا سالي بعد ما تكملي صلي لخدام الكنائس من أجل المشاكل الموجودة. اتفضلي كملي. أنا حابة أشارككم بأن مهما طول مدة الصلاة، يعني إحنا كتير كلنا بنمر بمواقف ومشاكل وألم وتعب كبير جدا، وبنقعد نصلي ونفتكر ربنا مش سامع صلاتنا، بنفتكره مش حاسس بينا. بس لا، خد بالك اللي تأخير ربنا ده لصالحك، تأخيره للخير. هو بيجهز لك هدية وبيعد لك هدية هتفاجئك، هتخلي دموعك اللي ياما انحنت ودمعت من كتر الضيق والألم هتترفع للسماء وتشكر وتفرح وتنزل دموع برضو، بس من كتر الفرحة ومن كتر ربنا استجاب. عايز أقول لكم مهما ربنا تأخر علينا، وعن تجربة شخصية، مهما ربنا تأخر ربنا بيحضر لك مفاجأة محدش خالص هيحلم بيها، وهتفاجئك وهتخليك في قمة سعادتك. بس احنا نصلي باستمرار ونقفل مخدعنا ونسلم له كل حياتنا. آمين. طيب ممكن نصلي لخدام الكنائس في من أجل المشاكل ومن أجل المحبة تسود بينهم؟ أكيد يا رب. أنا يا رب بحط بين إيديك يا رب كل الخدام والمشاكل يا رب. أنت اللي عارف يا رب قد إيه هما بيتحاربوا، وقد إيه هما يا رب بيبقى عليهم ضغوط جامدة، وقد إيه عدو الخير يا رب بيبقى عليهم. يا رب من فضلك اديهم نعمة يا رب، ابعد عدو الخير عنهم يا رب، اديهم محبة، اديهم سلام، اديهم روح الأخوة يا رب بين بعض. انت قادر يا رب تخلي الكنيسة تبقى كلها شخص واحد، جسد واحد يا رب، كلهم يتحدوا يا رب مع بعض، واديهم يا رب روح السلام. أمين أمين. عندنا كمان طلب الصلاة من أجل الأخ نشأت. راح أصلي للأخ نشأت. أبانا السماوي إله القدوس، مبارك اسمك يا رب. يا رب نشكرك، نحمدك، نمجدك، نعظمك يا رب. أضع من إيديك الأخ نشأت يا رب، أعطيه القوة يا رب ليتحمل كل شيء يا رب، أرحمه بعظيم رحمتك يا رب، خفف أوجاعه واسنده في حياته هو وكل أسرته، باركه بركة غير عادية، ويا رب يكون هو شخص يخدمك ويخدمك ويقدم كل شيء لأسمك ويبشر باسمك القدوس يا رب. يا رب أعطيه بركات كثيرة كثيرة ونور حياته وارحمه وكن دائما معه لتسنده لتدله الطريق الصحيح. لك كل المجد. أمين أمين. معنا على الهواء الأخت ماريانا. تفضل يا ما أخت ماريانا، أنت على الهواء. سلام. أهلا سلام ونعمة. ربنا يبارك حياتكم ويباركك يا حبيبتي. سلام لكل اللي في برنامج. الله يخليك. كنت بكتب طلب صلاة من أجل مريان ورموني. أكيد مريان وريموني. وريموني. ربنا يدينا نصل صالح. أمين يا رب. أمين أمين يا رب. أمين. الرب يستجيب. شكرا للصلاة حاضر. شكرا لاتصالك يا مريانا، وحنصلي حضرتك. مرسي خالص على البرنامج الجميل دوت. يعني ربنا يخليك يا حبيبتي، الرب يتمجد معك يا رب. طب نطلب من سالي تصلي لمريان والريمون. يا رب أنا بحط بين إيديك يا رب إخواتي مريان ورومان يا رب. أنت قلت يا رب إملوا وكسروا الأرض، أنت قلت يا رب البنون ميراث من عندك يا رب. يا رب أنت قادر تديهم عطية صالحة يا رب، قادر يا رب تفرح قلوبهم، قادر تسمع يا رب أنينهم يا رب ووجعهم، قادر يا رب تديهم يا رب وتراضيهم وتملى يا رب بيتهم بالبركة والأطفال يا رب. احنا مصدقين فيك يا رب، واحنا واثقين ان احنا كلنا لما نصلي من اجل الانجاب يا رب انت هتسمع وتستجيب، حتى لو المده طالت يا رب انت بتحضر لهم مفاجاه حلوه، بتحضر لهم عطيه جميله يا رب تشهد عنك يا رب وتمجد اسمك القدوس يا رب. كلنا مستنيين يا رب مجيئك ليهم يا رب وعطيتك ليهم يا رب. امين امين. استجب يا رب. معنا اتصال من الاخ نشأت. تفضلي اخ نشأت. سلام المسيح. سلام المسيح معك كمان. والرب يبارك بكل أحبك خطوة خطوة. أمين للكل يا رب. أمين يا رب. إذا نريد نعرف الصلاة فهي طريقة للتواصل بيني وبين الله. كيف أصلي؟ علينا أن نصلي بلجاجة، أي باستمرار عدم الملل، والتي أطلقها السيد المسيح في إنجيل لوقا 18:1. قال لكم أيضا
مثلا في أن ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. أمين. فكل صلاة مرفوعة على رب يسوع مستجابة حسب مشيئته ووقته. وكذلك أن نصلي بإيمان كما جاء في متى إصحاح 21-22 وكل ما تقونه في الصلاة بإيمان تنالونه. الحقيقة هو ما هو ثمار الصلاة؟ إذا رح أختصر وأذكر ثلاث نقاط فقط من الثمار، لأنه لو أحصينا ثمار الصلاة لكانت بالعشرات أو بالمئات إن لم تكن أكثر. فالصلاة أولا تحررنا من جميع المشكلات والمعضلات التي تواجهنا في حياتنا اليومية. وجاء في الكتاب لا تهتموا، يعني كل مشاكلكم محلولة، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. صح. الصلاة تجلب لنا الفرح. أكيد. 16-24 إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. الثلاثة، الصلاة تشفي المريض، جاءت في رسالة يعقوب 5-15 فالصلاة بالإيمان تخلص المريض والرب يعافيه. الحقيقة هناك ملاحظة واعتقاد لدى بعض الناس أنه تعتقد أن الصلاة يجب أن تكون في الكنيسة. نعم، الكنيسة ضرورية ومهمة جدا الصلاة في الكنيسة، ولكن بالعكس ممكن أن تكون الصلاة في أي بقعة من الأرض. فمثلا بطرس صلى على السطح وجاء في على الرسل 10-9 ثم في كما هم يسافرون ويقتربون إلى المدينة صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة السادسة. يصلى في العلية، بطرس ويوحنا صليا في الهيكل وجاء في أعمال الرسل 3-1 بولس وسيلة صليا في السجن كما في سفر الرسل 16-25-26 ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان يسبحان الله والمدينون يسمعونهما. يسوع كان يصلي في مكان منعزل في البرية. في لوقا 5-16 وأما هو فكان يعتزل في البراري ويصلي. نحن نصلي في مخدعنا. جاء في متى 6-6 وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في القفاء. فإذا لا يوجد مكان مخصص للصلاة. هذا الحال لا يوجد وقت محدد للصلاة أيضا. فيسوع صلى في الصباح الباكر. في مرقس 1-35 يقول وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك. كذلك صلى يسوع في الليل إذا لوقا 6-12 وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة. نحن نصلي في وقت، في أي وقت. في إنجيل لوقا 18-1 وقال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. كل حين يقصد بها في أي وقت كان. فإذا لا يحدد الصلاة. شكرا. في النهاية أطلب صلاة خاصة للذين لم يصلوا ولا يعرفوا الصلاة. أن يفعلوا صلاة من هذا اليوم. وصلاة خاصة للذين يصلوا أن يستمروا على الصلاة. أمين. دون قطع أو ملل. أمين. نعم. شكرا لك يا أخ نشأت على التوضيح والآيات الجميلة. فعلا على الصلاة. شكرا لاتصالك وفعلا شرح وافي جدا جدا. معنا اتصال من كاميليا. تفضلي يا أخت كاميليا. كاميليا من سياتل. I pray for my grandson Josh. ممكن شوية تعلي صوتك يا معنا. السلام الأنجلة. My grandson Josh. Josh. نعم. تفضلي. My grandson Josh. Okay, Josh. Okay. 3 years old. Pray for him. نعم. Okay. And my granddaughter has a baby. Okay. شكرا يا أخي. شكرا ليكي.
طبعا احنا بتصلنا كثير من الصلوات، وحنطلب من كارول تصلي لنا، تصلي لكاميليا لجورج، وعندنا كمان طلب الصلوات تجينا خلال الاسبوع احنا في القناه، فحنرفع صلاتنا وصلات متنوعه، حتحاول كارول تقسمها علشان الكل نصلي ليهم. فتفضل يا كارول. يا رب اللي لمسوك يا رب نالوا الشفاء، يا رب اللي لمسوك يا رب انت وضعت يا رب الشفاء في قلوبهم. يا رب بنصلي يا رب من اجل مدام نهله، من اجل عمليتها يا رب انت تكون معاها في وسط العمليه، يا رب انت اللي تتدخل، يا رب انت اللي تعمل العمليه يا رب، وتستخدم يا رب الدكاتره يا رب يكونوا بيعملوا العمليه. يا رب بصلي يا رب من اجل الاستاذ فرج، من اجل الاخ سمير، لاجل شفاء وبركه لحياتهم يا رب. تعالى املاهم يا رب بحضورك يا رب. بصلي يا رب من اجل ايفا وفايز يا رب، تعالى اشفيهم يا رب، سدد انت يا رب كل حاجه يا رب هم بيمر بيها يا رب، لانه فعلا يا رب اللي بيلمسهم بثوبك بينال الشفاء يا رب. احنا مصدقين يا رب ان احنا هنسمع اخبار كويسه الوقت اللي جاي يا رب. بصلي يا رب من اجل الاستاذ مايكل يا رب، من اجل الكانسر يا رب. تعالى انت يا روح الله اشفي يا رب، مد ايدك انت لي بالشفاء يا رب. يا رب في كل جلسة كيماوي انت تكون معايا يا رب، في كل حقنة بياخدها يا رب انت تقول وتبقى معايا يا رب، وتبقى في ظهر يا رب. انت عارف يا رب قد ايه الوقت ده بيبقى صعب، لكن انت هتكون يا رب معايا في وسط النار يا رب في اسم الرب يسوع. بصلي يا رب من اجل مدام ايفون يا رب، من اجل عمليتها يا رب. بصلي من اجل مدام سميرة يا رب، لاجل شفها يا رب فعلا يا رب. بصلي يا رب من اجل زينات، وبصلي من اجل سعاد يا رب ومريان، من اجل يا رب فعلا يا رب تديها يا رب الطفل يا رب. فعلا يا رب احنا بنصرخ من اجل كل حد محتاج طفل يا رب. افتح كل الارحام يا رب في اسم الرب يسوع. يا رب انت اله التعويضات يا رب، ولما بنطلبك بنلاقيك يا سيد. تعال عوض مريان يا رب عن السنين يا رب اللي بتصلي بيها من اجل الاطفال يا رب. تعال كل حد يا رب بيحارب في الحته دي يا رب ومزنوق في الحته دي، تعالى بتعوضاتك انت يا رب. افتح كل الارحام المقفوله في اسم الرب يسوع يا رب. بصلي نسمع اخبار كويسه الوقت اللي جاي يا رب في اسم يسوع، في اسم يسوع يا رب. بصلي يا رب من اجل بنت الرب يا رب، من اجل جوزفين يا رب، من اجل بركه ونعمه في حياتهم يا رب، من اجل معونه يا رب، من اجل سنده يا رب في اسم يسوع. بصلي يا رب من اجل سامر ونشأة وانتصار يا رب. تعالى انت ادي نعمه يا رب وبركه ومعونه يا رب في اسم يسوع، وسلام يا رب وراحه يا رب فعلا. بصلي يا رب من اجل نادر وداليا وباسم وويليام يا رب. تعالى انت احفظ العائلات دي يا رب من فضلك يا رب، من اجل نعمه ولاجل بركه ولاجل معونه يا رب، انت تسند وتشجع يا رب في اسم يسوع. بصلي يا رب من اجل نفرح ومن اجل مجده يا رب. تعالى انت اديهم نعمه يا رب، ادي نعمه وبركه وسلام وراحه في البيوت دي يا رب في اسم يسوع. يا رب بصلي يا رب من اجل وجدي ومن اجل مدام ازيز يا رب، لنعمه والشفاء والنجاح يا رب في حياتهم وفي شغلهم يا رب في اسم يسوع. امين يا رب. امين. الرب يستجيب لكل الصلاه. معانا اتصال من بنت الرب. تفضلي بنت الرب. امين. اهلا وسهلا بنت الرب. اهلا بيك حبيبتي. انا طالبه صلاه لابني سنه 35 سنه. نعم. ومش موفق ابدا في خطوبه لحد النهارده، ما يروح لحد يا هم يرفضوا يا هو اللي يرفض. نعم. وتعبني من الموضوع ده. نعم. فانا واثقه ان مش كمها اثنين او ثلاثه باسم وناس اكون تواصلت، وانا واثقه ان بالصلاه ربنا هيحل كل المشاكل ويزيل كل العقبات. امين 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 باسم يسوع. طب احنا
كمان سالي عندك طلبات صلوات كثيرة بس حنضيف لهم لبنت الرب لابنها عشان القسم النصيب تصلي لي وتصلي للصلوات اللي عندك. تفضلي. يا رب أنا بحط بين إيدك يا رب بنت الرب وابنها يا رب، أنت قادر يا رب تدي له بنت يا رب تريح قلبي يا رب، بنت تفرحه يا رب، بنت تعوضه عن السنين يا رب كلها اللي هو عاش لوحده. أنت قادر يا رب تدي له عروسة حلوة من إيدك يا رب، ملكة جميلة، انت قادر يا رب تفرحه يا رب. بصلي كمان من اجل المخدرات، من اجل فادي ومايكل يا رب. قد ايه يا رب انا يعني بحط بين ايدك يا رب فادي ومايكل، قد ايه يا رب المخدرات يا رب دمرتهم شباب يا رب. قد ايه يا رب انا بصلي من اجل فادي ومايكل، الشباب دي يا رب فعلا محتاجينك يا رب. تعال يا رب اظهر روحك يا رب، تعال احتضنهم يا رب، تعالى خليك جنبهم يا رب، ابعدهم يا رب عن التجربة الوحشة دي، ابعدهم يا رب عن أصحاب السوء، ابعدهم عن كل حاجة وحشة يا رب. قد إيه المرحلة اللي بيمروا بيها صعبة جدا يا رب، هم وعائلاتهم يا رب. يا رب أنت لازم تتدخل يا رب، إحنا واثقين يا رب أنك هتتدخل مع فادي ومايكل يا رب، من أجل أنهم يبطلوا الحاجات دي يا رب، من أجل أنهم يجولك يا رب ويجولك في كنيستك يا رب. أكيد يا رب إحنا مصدقين في كده يا رب. أمين. بصلي من اجل مدام سناء عوض وفريال يوسف، هيعملوا عمليه في شهر 10 يا رب. بصلي من اجل مدام سناء يا رب، ومن اجل مدام فريال يا رب، انت قادر يا رب تخش معاهم انت العمليه يا رب، وانت اللي تعمل العمليه يا رب بدل الدكتور، وانت يا رب اللي تديهم لمسه شفاء من عندك يا رب. قد ايه هم تعبانين يا رب، قد ايه الحقن وجع جسمهم، والعلاج يا رب دمرهم، والعلاج تعبهم يا رب، ومش قادرين يعيشوا حياتهم بطبيعتها. قد ايه يا رب احنا واثقين ومصدقين يا رب انك هتخش اوضه العمليات، وانت اللي هتعمل لهم العمليات وتديهم لمسه شفاء ولمسه حياه من عندك يا رب. بصلي يا رب كمان من اجل مرض الصرع، من اجل يوحنا وامال يا رب. انت قادر يا رب، انت قادر يا رب، انا واثق يا رب، انا واثقه جدا يا رب انك هتتدخل حتى لو فقتون النار، وهتشفي يا رب امال ويوحنا يا رب، انا واثقه في كده يا رب. وكمان يا رب بصلي من اجل الاستاذ يوسف منصور في المستشفى وتعبان جدا يا رب. يا رب من فضلك اتدخل يا رب، وحط ايدك الحنينه عليه يا رب، واشفي يا رب، وتمجد معايا يا رب. وكمان يا رب بصلي من اجل مدام نهى مرض السكر، انت قادر يا رب تشفيها وتمد ايدك معاها يا رب. وبصلي من اجل ديفيد يا رب، ومحتاجين يا رب ديفيد يرجع لك يا رب. ديفيد بعد عنك يا رب بسبب ناس، بسبب اشخاص، يا رب اظهر فيه يا رب، اتمجد فيه يا رب من فضلك. بيمر هو واهله بظروف صعبه جدا يا رب، بعد عنك خالص يا رب، ما بقاش حاسس بوجودك اصلا يا رب. اظهر يا رب وتمجد يا رب، وتعالى لديفيد يا رب واسرته يا رب من فضلك يا رب، علشان خاطر الاسره يا رب. الاسره كلها متدمره بسبب ابنه، احنا واثقين يا رب انك هتدخل وهتيجي يا رب، حتى لو وسط النار هتيجي له يا رب. ديفيد ابنك يا رب وغالي عليك، واحنا مصدقين في كده يا رب. اخر طلبات صلاه من شري ورفائيل يا رب، ودول محتاجين يا رب شغل، انت قادر يا رب تديهم يا رب شغل، وقادر يا رب تديهم الشغل المناسب اللي يقدر يا رب يحسن دخلهم يا رب، وتبعت لهم المناسب ليهم يا رب. احنا واثقين في كده يا رب، ومأمنين يا رب كمان بكده. فرح قلوبهم كلهم يا رب. امين امين امين. نطلب من الرب ان يستجيب لكل الصلاه. وكمان وصلتنا طلبات صلوات على الفيسبوك، حنصلي من اجل الاستاذ جورجس عطا، جورجس وعطا وعائلته، نطلب منك يا رب تصلي لهم. وكمان حنصلي من اجل عابر، ان يفتح له الرب باب الرزق ويرتب احواله ومعيشته. تفضلي يا رب. يا رب احنا جايين يا رب بنسكب روحنا قدامك يا رب، بصلي يا رب من اجل جرجس، من اجل عطا، من اجل حياتهم يا رب. تعالى انت بهدوء وطمأنينة يا رب للبيت ده يا رب، تعالى ليهم ولحياتهم، ورتب انت كل امور حياتهم يا رب، وساعدهم يا رب ببركة وبنعمة يا رب. انا بصلي يا رب بصفة خاصة من اجل العابر يا رب ده،
يا رب انت شالته يا رب من النار يا رب، ورفعته يا رب، واديت له يا رب قوه ونعمه يا رب. احنا بنصلي من اجل باب شغل يا رب مفتوح في اسم الرب يسوع، من اجل باب يا رب شغل يتفتح له يا رب، من اجل يشوف يا رب مجدك يا رب ونورك يا رب، زي يا رب لما شفيت يا رب فتحت عين شاول يا رب. افتح عيني يا رب من فضلك يا رب، تعالى يا رب بتعويضات السماء يا رب على العابر ده يا رب في اسم يسوع يا رب، يشوفك يا رب ويرى يسوع يا رب بيقول وبيصنع في حياته وبيعمل وبيشتغل يا رب وبيتحرك يا رب. تعالى انت اديله قوة يا رب وانتصار يا رب في حياته يا رب، يعظم انتصاره بالذي احبه يا رب. انت بتحبه وانت هتعمله يا رب كل حاجة حلوة الوقت اللي جاي. ادهشه يا رب، ادهشه يا رب في اسم يسوع. امين 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 امين. كمان معانا من الفيسبوك طلب الصلاة لفيكتور فوزي ومراد عزيز. تفضل يا ساري صلي لهم من اجل طلبة عامة. يا رب انا بحط بين ايديك يا رب اخويا فيكتور واخويا مراد يا رب، انت قادر يا رب تتدخل في حياتهم يا رب، تديهم يا رب فرح وسلام، تديهم يا رب استعداد ليك دايما يا رب، تديهم لمسة شفاء من عندك يا رب، تدخل بيتهم يا رب وتملاها بالبركة والمحبة والسلام يا رب، تبعد عنهم أي عدو خير يا رب، عنهم وعن أهل بيتهم يا رب، تديهم يا رب روح القوة في الصلاة وروح الاستمرارية في الصلاة يا رب، وما ييأسوش أبدا لأنهم هيبقوا واثقين إنك هتيجي يا رب في الهزيع الرابع، وهتيجي يا رب وتحل كل مشاكل حتى لو كبيرة أو صغيرة يا رب. أمين يا رب. أمين أمين. طبعا في طلبات كثيرة وصلوات مطلوبة نصلي لها، بس مع الأسف وقت البرنامج يعني بأن يعني تقريبا انتهى، بس حبيت أقول كل واحد ممكن يعني ما سمحلوش أن يتصل، ممكن يتصل بعد البرنامج، يتصل بعد البرنامج والتليفونات كلها ممكن حصلي معاه على التليفون. أنا طبعا موضوع الصلاة موضوع كبير جدا جدا، وكنا طيب معنا في الوقت المخرج بيقول لي في طلبة أخيرة للصلاة من أجل فرح البنا فمن السويت، فحرفع صلاتي ليها وأقول له أشكرك يا رب وأحمدك ومجدك يا رب، أضع بين إيديك أختي فرح يا رب بين يديك يا رب، باركها يا رب، باركها غير عادية يا رب، اشفيها يا رب، اشفيها من كل مرض يا رب باسمك يسوع، المسها يا رب لمس الشفاء كاملة يا رب، يا رب كن معها يا رب في أوجاعها في ألمها وخفف عنها إلهي الحبيب. يا رب عليك اتكلنا وليس لدينا غيرك إلهي الحبيب. يا رب باركها بركة إلهية وعائلتها يا رب، يا رب هي واثقة يا رب إنك أنت سوف تشفيها يا رب، مهما ذهبت للأطباء مهما أخذ الدواء لكن أنت هو الشافي الوحيد، لك كل المجد. أمين كنا حابين نتكلم كثير بعد الصلاة، موضوع كبير جدا جدا، وكمان كنت حابة أنا كمان أتكلم عن خطورة عدم الصلاة، بس أطلب من المخرج حاخد دقيقة بس واحدة من البرنامج، حاقول كده على سريع النقاط. اللي مش يصلي حيحصل له إيه؟ أولا حيكون منفصل عن الله، ثانيا حيفقد إنسانيته، ثالثا حيكون ميت روحيا وحيكون أعمى زي أعمى مش شايف حاجة، ثالثا حيسمح للشيطان يدخل في حياته وحيدخل في تجارب كثيرة، وآخر شيء حيكون قلبه من كثر المشاكل ومن كثر إن هو شايف كل شيء حيكون قلبه قاسي، وأي شيء يشوفه هو يعتبره عادي، ده حيأثر على يمكن عائلته على أولاده، لأن القلب القاسي اللي يشوفه كل شيء طبيعي، لأن حيبدي يبشر بالشر. فاوعى تخلي ابليس يدخل حياتك، صلي وانتهر ابليس واخرجه من حياتك. وصلنا لنهايه حلقتنا، حبيت اشكر كارول، شكرا لك، واشكر سالي، واشكر جميع الناس اللي اتصلوا معنا واللي بتصلوش، ونطلب من الرب ان يستجيب لكل الصلوات. لو عندكم اي خبره صلاه ممكن حصلت معاكم بعد صلاتكم بعد ما احنا صلينا، يا ريت ترجعوا تتصلوا بينا. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج رافع صلاتي، أترككم تحت حماية الرب.